لو الحكايه فيها ان فيتو في تخوف كبير جدا من وفاه دكتور عادل عدوي وزير الصحه ان كميه واحده هي اللي هتيجي، لان دي مش كافيه لعلاج كل المرضى. هيبقى في دفعات متتاليه من الدواء، وفي شركات اخرى ستسجل دوائها في مصر يتم الاستعانه بها. هذا الدواء ليس حكر على شركه واحده. دكتور عادل عدوي وزير الصحه اعلن عن شركتين مصريتين جادتين في انتاج الدواء في مصر. ففي جهود متراميه ومتضافره كثيره من وزاره الصحه علشان توفير الدواء، مش بس عن طريق هذه الشركه. فانا بطمن المرضى واهالينا.